في إطار السبعينية لاندلاع الثورة التحريرية 54، اليوم إن شاء الله قام السيد ولي ولاية تبسة بتدشين هذا الصرح اللي رانا نعتبره حنا مفخرة وزيادة لقطاع الصحة اللي راح يقدم خدمات صحية للمنطقة الجديدة السكانية تعد. دونك هذا الصرح راه مجهز بكل التجهيزات، فيه طواقم طبية وشبه طبية اللي تسهر علينا، إن شاء الله نتمناو صحة ومزيد من الإنجازات إن شاء الله.